أخبر خليل جولها أنه وجد حب طفولته. سمعت زينب هذه المحادثة أيضا، اعتقدت أن خليل كان يحب فتاة أخرى، وقال خليل إنه سيقول لحب طفولته أنت معجزتي. كانت زينب منزعجة، معتقدة أن خليل قد وضع قلبه على فتاة أخرى. من ناحية أخرى كان أربر يخطط لاستخدام هوية آسو وجواز سفرها لتهريب زينب إلى الخارج. كان خليل يبحث عن الوقت المناسب لإعادة الشريط الحريري الذي أهداه لزينب في طفولتها. زينب لم تعد قادرة على التحمل واعترفت بحبها لخليل. على خليل أن يتحدث مع زينب ويعترف لها بحبه. يجب أن يبدأ حب خليل وزينب الآن. إذا كنتم تفكرون مثلي فلا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو وإرسال رموز تعبيرية على شكل قلب في التعليقات. اعتقدت زينب أن خليل ينبض لشخص آخر، ولهذا أرادت التحدث مع خليل. أراد خليل أن يخبر زينب أنه سيبقى معها حتى نهاية حياته. تأثرت زينب بخطابات خليل، لكنها اعتقدت أنه يحب شخصا آخر، ولهذا السبب كانت زينب على وشك القول إن قلب خليل ينبض لشخص آخر. اعتقدت زينب أن خليل قال هذه الكلمات لأنه أراد إسعاد الجد زمر، لكن خليل حطم قلب زينب دون أن يدرك ذلك. زينب تعترف بحبها لخليل. سوف يتجمد خليل هناك وستذهب زينب على الفور إلى الجد زمر بسبب الخجل. سيغضب خليل من نفسه لعدم قدرته على قول أي شيء أمام اعتراف زينب بالحب لأنه تجمد من الإثارة. لاحقا زينب التي أساءت فهم خليل ستجد الشريط الحريري في دراسة خليل وتدرك أن الفتاة التي يحبها خليل هي في الواقع زينب. لا تنسوا متابعة الصفحة. إلى اللقاء في فيديو تحليل آخر.